بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وافتح لنا أبواب الخير، ودلنا على ما ينفع العباد، وينجي في دار المعاد. اللهم آمين. في البداية، أنا مسرور جدا أن يكون هناك بداية في وعي حول الرسالة الموجهة لشباب الوطن، لأن شباب الوطن عددهم كبير جدا بالنسبة إلى عدد سكان المملكة العربية السعودية، والتأثير عليهم تأثير منوع وكثير ومتعدد الأفكار، متعدد الوسائل في نزع الانتماء لهذه الأمة، في نزع الانتماء للدين، وبالتالي في نزع الانتماء لهذه الدولة التي هي دولة الرسالة ودولة الدعوة. لهذا الموضوع مهم وأثار الاهتمام في جودته وانتقاء المسؤولية التي نبحث عنها دائماً للوصول إلى الحلول والوصول إلى تحديد المسؤولية وتحديد الواجبات وتحديد الجهات التي تنفذ تلك المسؤوليات. هنا أسجل الشكر والتقدير لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد سمعنا من سعادة مدير الجامعة بالنيابة الأخ الدكتور فوزان بن عبد الرحمن الفوزان ما يضع النقاط على الحروف في الثلاث كلمات المهمة التي دارت عليها هذه الندوة، أو كانت في عنوان هذه الندوة. أسجل الشكر أيضا والتقدير لأخي الكريم فضيلة الدكتور أحمد بن علي الخليفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الدعوية، على دعوته الكريمة وإكرامي بالحضور بين إخواني الدعاة والمهتمين من جميع القطاعات، ولجميع زملائه والمنظمين في هذه الجمعية المهمة اليوم في فاعلية حركة المجتمع. الدعاة اليوم لا شك أنهم مؤثرون، ولكن أيضا لا شك أيضا أنهم مستهدفون. أما التأثير فظاهر بجميع أصنافهم، فالدعوة في دلالات النصوص الدعوة متجزئة، لا تكون دعوة إلى كل شيء، والله جل وعلا قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من دعا إلى هدى، وكلمة هدى نكرة في سياق الشرط، فتدل على عموم أنواع الهدى، وهذا يصل بك إلى أن الدعوة متجزئة، وتجزئة الدعوة مبنية على شرطها،
وشرطها هو العلم، ولذلك لا تكون دعوة إلا بعلم، والعلم والدعوة متجزئة والعلم قابل للاستدلال في كل مسألة نريدها. لهذا صار شعار الجمعية بصيرة، وهذه كلمة معبرة مأخوذة من آية سورة يوسف، وهي تدل على نفاذ علم للمراد. وهذا هو قوة مثل هذه الندوة، أن نبحث في نفاذ لما نريد من تحديد المسؤولية تجاه الشباب. أولا، الشباب اليوم لغتهم غير لغة من فوق 40 سنة، يعني من 40 سنة وفوق أو 35 سنة وأعلى وأسن، الشباب الصغار لغتهم مختلفة، لغتهم لسانهم، يعني اللسان، التفكير، الأولويات، التقدير، ما يسرهم، ما لا يسرهم، ما يتكلمون به فيما بينهم، اللغة مختلفة. والأصل أن الدعوة تكون متماثلة باللسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. واللسان يشمل المحتوى ويشمل اللغة، يعني يشمل أداة الإيصال وهي اللغة، ويشمل المحتوى لأن اللسان يشمل هذا وذاك. لهذا تنوعت دعوة الأنبياء، فإبراهيم عليه السلام دعاهم بطريقة، ونوح عليه السلام دعا بطريقة، وشعيب دعا بطريقة. فالحوار عند إبراهيم عليه السلام، والخطابة عند شعيب عليه السلام الذي هو خطيب الأنبياء، والحكمة عند نبي، والقوة عند موسى عليه السلام، والرحمة عند عيسى عليه السلام، والكمال في ذلك كله عند خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا وراثة الأنبياء ووراثة الأمم وصلاحية الرسالة، رسالة الإسلام الخاتمة إلى قيام الساعة، تتطلب هذا التنوع في اللسان. اليوم الشباب في الحرص على أمنهم وأمن المجتمع نتيجة لأمن الشاب في نفسه، الأمن لدى الشاب هو أمن ديني أولا، والأمن الديني يشمل الأمن العقدي، ويشمل الأمن الأخلاقي، ويشمل الأمن السلوكي إلى آخره، كل ما يتصل بالديانة. الأمن الديني مهم لأنه يعطي الاستقرار الداخلي، ثم بعد ذلك ينتج عنه أمن المجتمع. لكن هناك أمن مهم في الأمن الديني، وهو أمن المنهج، لأن الدين كل يدعيه، والخوارج وهم كلاب أهل النار، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في الحديث الآخر: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله تعالى، مع أنهم عندهم ديانة. والله جل وعلا قال لنا في سورة الغاشية: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهذا يعطيك أن الدين لا بد له من منهج، الدين موجود، كل يريد وصلا بالله جل جلاله، لكن الكلام على المنهج، كلام على الطريقة. وهذه كما هي في الديانات ككل، فهي أيضا في دين الإسلام بخصوصه.
الشباب يحتاجون إلى أمن آخر، وهو الأخطر اليوم، وليس في الشباب فحسب بل الكل، وهو أمن منهج التفكير، وليس أمن منهج الدين، أمن منهج التفكير. لهذا في الجامعات وفي حتى من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لابد أن يكون من مهمات المعلم قبل المعلومات، وأهم من المعلومات. المعلومات اليوم تجدها في العلم، في الكتب، تجدها في وسائل الاتصال، تجدها في النت لمن يبحث، لكن منهج التفكير هذا اليوم هو الصعوبة عندها في التلقي. كيف تجعل الشاب يفكر في الحياة بطريقة صحيحة؟ هذه هي الصعوبة. ستجلس معه نصف ساعة، لكن بقية اليوم سيجلس مع نفسه أو مع زملائه أو في غرفته مع النت. كيف تعصمه بإذن الله تعالى وتوفيقه بأن يكون هناك منطق للتفكير أو منهج للتفكير؟ وفي نظري أن توعية الشباب تفتقد إلى التوعية بمنهج التفكير. منهج التفكير هو العصمة للشاب في خضم هذه الحياة. فإذا الأمن الديني، الأمن الفكري، الأمن السلوكي، الأمن الأخلاقي، الأمن العقدي، هذا مهم، وما يمكن نصل إليه إلا بأمن منهج التفكير. منهج التفكير اليوم صعب أن تقنع الشباب به، لأن اليوم وسائلنا قليلة وضعيفة، لكن وسائل التأثير على منهج تفكير الشاب كثيرة وكبيرة جدا، ابتداء من الإنترنت، الشبكة وما فيها، ثم وسائل الترفيه في القنوات الفضائية والأفلام التي تعطي الشاب النموذج في الحياة الغربية وليس في الحياة الإسلامية. النموذج اللي يعطاه الشاب هو الذي سهل الكثير من الانحرافات. إذا كان النموذج أناس يلهون ويشربون ويعاشرون، فسوف يكون النتيجة مماثلة. وإذا كان النموذج أناس يفجرون ويعملون بطولات وهمية شيطانية، فستكون النتيجة مماثلة. فإذا وسائلنا قليلة، ووسائل المستهدفين لنا كثيرة كثيرة جدا. ولهذا مسؤوليتنا في الحقيقة أصحاب الفضيلة، مسؤوليتنا كبيرة، لكن أدواتنا ضعيفة، ولكن لا مناص من المسؤولية الإيجابية في الحياة أن تتعامل مع الواقع، تتعامل مع الممكن، لأننا أمامنا مثال عظيم وأسوة حسنة في نوح عليه السلام. مكث في قومه في أعظم مراد، وهو توحيد الله جل وعلا وترك عبادة الأوثان، 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي النهاية وما آمن معه إلا قليل. لكن الواجب، المسؤولية لا بد أن نؤديها، النتائج ليست علينا، المسؤولية نؤديها في حدود قدراتنا. أدى النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية الرسالة ومسؤولية التربية، وأداها صحابته الكرام في مكة في حدود ما لديهم من إمكانات، وأداها في المدينة في إمكانات أكبر. ولذلك أول ما يجب أن نلقيه المفاهيم السلبية، الذي يتشكى لا يصلح للدعوة، الإيجابي
ينتقل من الواجبات الشرعية والقناعات إلى الفاعلية بالممكن، تعبدا لله جل وعلا وأداء للمسؤولية وحصول للخير له وللناس، هذا به يمنع الله جل وعلا عنا شرورا كثيرة. لذلك ليس من شرط الدعوة الكمال، ولا تلازم ما بين النجاح، نجاح في الهدف والكمال، فقد تنجح في هدفك وأنت لم تبلغ الكمال، وقد لا تنجح وأنت كامل في أداء كل الوسائل التي لديك لكن لم تنجح. نوح عليه السلام نجح، موسى عليه السلام نجح، كلهم نجحوا لكن الأهداف الكاملة ما تحققت، وهذا لا بد أن يوطن عليه الناس، لأن خوفي على الدعاة من اليأس، خوفي على الدعاة من أن ينظروا إلى أن المسألة أكبر منهم، إلى التكاتف العالمي والقنوات والنت إلى آخره، ثم خوفي على الدعاة كما قال الحسن البصري في وصيته لأهل بلده، قال يا ملح للدعاة أو للقراء في بلده، قال يا ملح الأرض لا تفسدوا، يا ملح الأرض لا تفسدوا، لأن الحياة مسؤولية، هي مسؤولية أهل العلم، هم ورثة الأنبياء، مسؤولية الدعاة هم ورثة الأنبياء، مسؤولية الخاصة، إذا الخاصة عرضوا نفسهم للفتن وعرضوا نفسهم لتأثرات القلب ولضعف العلم لشبهات وشهوات، فملح الأرض تأثر طعمه، فكيف يكون الطعام؟ ولهذا هذه الحقيقة الندوة هي رسالة لنا طلبة العلم والدعاة في أن نثبت ونحسن من أنفسنا ونصلح في أنفسنا، ثم هي رسالة أخرى لكيف نواجه هذا الزخم الكبير جدا من الانحراف. الشباب اليوم من سن 7 إلى سن 12 إلى 15 لهم وسائل في التأثير، أكثرها في الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية هذه لابد أن تطرح بحث عنها في مثل هذه الندوة، لأن أمن المجتمع اليوم يخترق، ليس في مسجد وليس في محاضرات وليس في جماعات وليس في تنظيمات عامة، ويخترق في البداية من غرفة مغلقة، يعني هو ليس هناك تنظيم يقال له الناس يبحثون والشباب يلتقطونهم، إنما يبدأ الأمر باتصال. هذا النوع من الاتصال كيف يكون؟ إما في عبر لعبة على الألعاب، خاصة في تنظيمات داعش وما شابهها، إما في الألعاب، وإما في اتصالات شخصية محدودة غير معلنة لا نعرف عنها. وهذا يتطلب في أمن الشاب، يتطلب تكاتف بين المدرسة والبيت والمسجد والزملاء والإعلام والصحافة، الجميع يشعر في مسؤولية لابد أن يستيقظ. سجلت هناك الكثير من الحوادث في أن شباب لا يعرفون الصلاة في بيوتهم ولا يعرفون الاستقامة، تحولوا بقناعة إلى مريدين للتفجير، وبالتالي كبطولة، وبالتالي توجهوا إلى التكفير كمنهج بدون علم.
تكفير وهو لا يعرف من العلم شيئا. هذه المسألة عظيمة وكبيرة، لذلك أنا أهتبل هذه الفرصة شاكرا ومقدرا لإخوتي الدعاة في الجمعية السعودية الدراسات الدعوية ولجميع الإخوة المشاركين في القطاعات العلمية والمدنية وكذلك في القطاعات الأمنية. والمسؤولية كبيرة ومنهج التفكير ضروري أن يسلط عليه، كيف نغرس منهج التفكير السليم فيما حولنا في الحياة عند الشاب من الابتدائي، ولو كان في هذا دراسات معمقة في منطق التفكير الذي يجب على الشاب أن يتلقاه وأن يتبعه في حياته لسلمنا كثيرا من الشرور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم في هذه الندوة وأن يجزيكم خيرا على هذا الجهد الكبير، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. وسرني كثيرا هذا المقطع لقائد البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، لأنه يمثل فعلا الرسالة ويمثل المنهج ويعطي العزة والفأل والقوة في المستقبل بإذن الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.